اظن في 13 وزير جديد، عاوزين نشوف بقى يا ترى هل ترى ايه التحديات اللي قدامهم او ابرزها. مثلا خلينا ناخد معانا على التليفون سياده النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. منور. اهلا وسهلا استاذ يوسف، ده منوره بيك. الرجل لجنه التنميه المحليه. الله يبارك. يعني دلوقتي انا مهم عندي انه افهم، ويمكن احنا منشنين، احنا عايزين النائب عمرو درويش، تعرف انا احبك قد ايه واثق في رؤيتك قد ايه بجد، يعني الله يبارك. ابرز التحديات اللي بتواجه الوزير الجديد في هذه الوزاره الثقيله. يعني الانجاز. ده انت اتنهدت الاول وبدات تتكلم، التنهيده دي ليها معنى. طبعا، بس يعني خليني برضو، يعني انا متفق تماما مع اللي حضرتك تفضلت واتكلمت عليه في مساله الحديث والثرثره يعني الشديده. كان في انتقادات كبيره جدا للوزراء السابقين، النهارده بتشوف يعني على مواقع التواصل الاجتماعي شد وجذب واراء مختلفه، ويقول لك طب وده مشي ليه، طب وده اللي جاي ده هيعمل ايه. فانا متفق معاك ان في حاله من يعني السيوله الشديده جدا، ما تستبعدش برضو ان يكون وراها الكتائب الالكترونيه اللي بتحاول كل فتره والتانيه تشكك في اي شيء الدوله بتعمله. ده رقم واحد. رقم اثنين، مفيش شك طبعا ان 13 وزير النهارده يدوا لك انطباع بان القياده السياسيه يعني بتضع نصب اعينها بعض الملفات المتصله بشكل مباشر مع المواطن، زي مثلا التنميه المحليه من خلال طبعا قانون التصالح وما الى ذلك، والمشاكل الكثيره جدا منظومة النظافة. بنشوف برضو يعني رؤية تجاه السياسة الخارجية من خلال طبعا وزارة الهجرة، بنشوف تصحيح مسار لوزارة الصحة. يعني خلينا أقول إن التعديلات اللي حصلت النهاردة دي، يعني اللي بيتفحصها كويس جدا هيعرف إن وراها دراسة مستفيضة للاحتياجات المباشرة خلال الفترة الحالية. وزير طبعا زي اللي هو هشام أمنة، شخصية طبعا لها تقديرها واحترامها، كان يعني محافظ البحيرة، وبالتالي هو من داخل المنظومة. فيعلم جيدا مشاكل المحليات، ويعلم جيدا مشاكل الوحدات المحلية، ويعلم جيدا المشاكل التي يعني تتواجد بشكل كبير وتشكل صعوبة شديدة جدا في المحافظات. فبالتالي احنا امام وزير هيحط المفتاح في العربية ويدوس ويمشي على طول. يعني مش من المفترض ان هو يعني جاي بخلفية بعيدة عن المحليات. يعني الملفات متراكمة بشكل كبير، كان طبعا في حالة من الشد والجذب خلال الفترة اللي فاتت مع طبعا السيد الوزير المحترم، يعني سيادة اللي هو محمود شعراوي، شخصية برضو نقول لها ونحترمها. وأنا قلت في الحقيقة إن يعني الوزراء اللي رحلوا عن هذه الوزارة تولوا الوزارة في ظروف استثنائية، فيعني من قبل منهم بلاء فيحسب له، لأن طبعا احنا كلنا كنا عارفين الظروف اللي البلد كلها كانت موجودة فيها والتحديات سواء الداخلية أو الخارجية. اللي احنا بننتظره بقى النهارده من معالي وزير التنميه المحليه ان ده شخصيه عارفه الملفات، عارفه ايه المشاكل المصاحبه لقانون التصالح، عارفه ايه المشاكل المصاحبه للاشتراطات البنائيه، عارفه ازاي تواجه مساله التعدي على الاراضي الزراعيه وتاكل الرقعه الزراعيه، عارفه كويس جدا ازاي تجابه مساله البناء المخالف، وفي نفس الوقت ازاي تدي متسع قانوني ومساحه قانونيه للمواطن ان هو يمارس حقه الدستوري والتشريعي الكامل في ان هو يبقى له سكن محترم. طبعا ده فيما يخص طبعا الملفات دي، ودي ملفات هامه جدا. ملفات اخرى زي مثلا منظومه النظافه، ودي طبعا منظومه على المستوى العالمي بتدار بشكل احترافي، وكانت مصر خلال الفتره اللي فاتت بتحاول ان هي طبعا تواكب التطورات اللي بتحصل في المستوى العالمي في خلال هذه المنظومه، وشفنا ازاي اتعاملت بعض العديد من محطات تصدير المخلفات، لكن لا زلنا برضه نعاني من تكدس كبير جدا لمساله المخلفات، فدي محتاجه برضه حلول. الاسواق العشوائيه، المواقف العشوائيه، يعني كل دي ملفات هامه جدا. يعني اعتقد ان نتوسم في يعني طبعا سياده اللي هو هشام امنه ان هو يكون على قدر هذه المسؤوليه، وانا بقول دايما ان امام اي تعديل يجب ان يواكبه دعم لا محدود للحكومه عشان تشتغل بكل اريحيه، مع الوضع في الاعتبار ان المجلس النيابي سيمارس اقصى درجات المراقبه على الاداء الحكومي. طيب هنا 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 هسال بقى سياده النائب كوكيل للجنه ورجل يراقب الحكومه، يعني لو قلناها في اطار ايه، وشوشه او نصح المحبين لمعالي الوزير هشام امنه في ملفه الجديد،
كوزير، لأنه خلاص بقى سيبنا المحافظة وبقت النظرة أكثر شمولا. يعني إنجاز طبعا ليا الكلام ده في إطار الدور. إعادة الهيكلة ده موضوع في منتهى الأهمية، تعظيم الكوادر اللي أثبتت جدارتها خلال الفترة اللي فاتت، مسألة الإحلال والتجديد، ضخ دماء جديدة، يعني كل دي أمور هتبقى محتاجة يعني منه طبعا شغل كبير جدا. إحنا ننتظر أيضا حركة المحافظين، لأن في محافظات في الحقيقة كان أدائها متميز جدا، في المقابل كان هناك تحفظات شديدة جدا على العديد من يعني المحافظات اللي كان أدائها على غير المستوى المأمول. حياة كريمة برضو في منتهى الأهمية، ملف في منتهى الأهمية، وزارة التنمية المحلية ليها دور هام فيه جدا. يعني في الحقيقة اللي أنا أتوقعه من اللواء هشام أو سيادة الوزير بقى هشام، إن إحنا نشوف سرعة في الأداء، يرجع لنا كده أيام يعني الوزير الذي تراه في كل مكان، يندمج مع المسؤولين ويندمج مع العاملين معاه ويندمج أيضا مع المحافظين عشان نشوف أداء. خلي بالك في حاجة مهمة جدا، وزارة التنمية المحلية يعني أنا بعتبرها من الوزارات القليلة جدا اللي بتبقى بتمثل المواطن بشكل مباشر كل يوم في كل لحظة، وأدائها بينعكس إما إيجابا أو سلبا على نظرة المواطن للأداء الحكومي. صح، فده دور في منتهى الأهمية. يعني تتحدث عن بقية الوزارات زي كيفما تتحدث، لكن تظل هذه الوزارة من ضمن الوزارات القليلة جدا اللي بتؤثر في نفسية المواطن. وإن شاء الله أنا متوسم خير، وزي ما تحكي إحنا كل الدعم للحكومة وكل الدعم للسادة الوزراء، وبرضو بنقول لهم أن عين البرلمان ستظل يقظة بشكل كبير جدا حتى تتكامل مع المنظومة التنفيذية ويعني السلطة التنفيذية في البلاد، عشان يعني المواطن فعلا يقدر ان هو يعيش حياة كريمة. تتوقع حركة محافظين قريب؟ ده يعني احنا يعني ده احنا بنطالب بيها، مش بس نتوقعها، ده احنا بنطالب بيها. واعتقد ان التغيير ده يديلك انطباع بان الحركة دي ان شاء الله تكون في اسرع وقت. بإذن الله بإذن الله. انا عايز اشكرك جدا 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 جدا، الى ان نلتقي في القريب. سيادة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة التنمية المحلية.